السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الرابع من مدارس سيبة الله الرائعين. اليوم بدنا نحكي عن الدرس الثاني من وحدة الضرب، وهو تقدير نواتج الضرب. الهدف الرئيسي من الدرس هو أن أقدر ناتج ضرب عددين بالتقريب، يعني كلمة تقدير هي نفس التقريب، بدي أقرب. هلأ لتقدير ناتج ضرب عدد من ثلاث منازل في عدد من منزلة واحدة، زي ما أنتم شايفين هي عدد من ثلاث منازل، واحد اثنين ثلاث منازل مضروب في عدد من منزلة واحدة، نقوم بتقريب العدد المكون من ثلاث منازل إلى أعلى منزلة. يعني هاد بقربه إلى أعلى منزلة، يعني الثلاث بدي أقربها. اثنين بستعمل حقائق الضرب الأساسية والأنماط، بستعمل حقائق الضرب الأساسية والأنماط، تمام؟ هلأ خلينا نشوف كيف بدي أقدر ناتج ضرب ثم أستخدم حقائق الضرب الأساسية والأنماط. هلأ هي نفس المثال حطيته هون، وبدي أشتغل على تقدير الناتج ثم أستخدم حقائق الضرب الأساسية والأنماط. هلأ شوفوا خطوات الحل الموجودة عندنا، تقريب العدد المكون من ثلاث منازل، هذا العدد الأول بدي أقربه إلى أعلى منزلة فيه. هلأ هي أحد، وهون عشرات، والثلاث مئات. إذن أنا إيش بدي أقرب؟ التقريب يكون أعلى منزلة، وين أعلى منزلة؟ هي ثلاثة، أحسنت، بحط تحتها خط، تمام؟ بنظر أو بطلع على الرقم اللي على يمين الثلاثة، كريم ولا بخيل؟ الخمسة، أحسنت، إذا الخمسة عدد كريم، إذا شو بيعطي الثلاثة؟ بيعطيها واحد، بحط فوقيها رقم واحد. واحد زائد ثلاثة أربعة. الأرقام اللي على اليمين شو بدي أعمل فيهم؟ واحد، شو بدي أعمل فيهم هذول؟ خمسة والثلاثة، أحسنتم، بنصفرهم، صفرتهم، وبنزل إشارة الضرب زي ما هي، الرقم ستة بينزل زي ما هو، وبحط إشارة المساوي. هي تقدير الناتج، شفتوا كيف قدرته؟ قدرت العدد الموجود عندي، أعلى عدد أكبر عدد اللي هو 353، قربت أعلى منزلة اللي هي الثلاثة على جهة اليسار، هاي الثلاث اللي مئات، منزلة المئات أعلى منزلة، قدرتها وقربتها أصبحت أربعة لأنه اللي أمامها كريم. هلأ بعد ما قدرت المسألة الموجودة عندنا، بستعمل حقائق الضرب الأساسية والأنماط في إيجاد الناتج. هلا شو بدي أحكي؟ مذكرين كيف حقائق الضرب الأساسية والأنماط؟ أول خطوة بحكي سنتم ستة ضرب أربعة ويساوي، أيوة 24، برافو للي حكى 24. بعدين بحكي ستة ضرب 40، تازين ستة ضرب 40 عم بشكل نمط، 44، الستة دائما ثابتة، ويساوي الصفر بنزله وبحكي ستة ضرب 4 24. انتبه كيف انا بحل، كيف برتب المنازل. هلا اخر خطوة بحقائق الضرب الأساسية والأنماط، بقوم بضرب ستة ضرب 400، ستة ضرب 400 ويساوي، بنزل الصفرين الأول زي ما أنتم ملاحظين، بعدين بحكي ستة ضرب أربعة 24. إذا قمنا بتقدير ناتج ضرب عدد بتكون من ثلاث منازل في منزلة واحدة، واستعملنا حقائق الضرب الأساسية والأنماط لإيجاد الناتج. الآن طلاب رابع الرائعين المبدعين، بدي أستخدم تقدير ناتج ضرب عددين من منزلتين. لتقدير ناتج ضرب عددين زي 15 ضرب 83 من منزلتين، زي ما أنتم شايفين أحد عشرات أحد عشرات، شو الخطوات اللي بدي أقوم فيها؟ أقرب العددين إلى أقرب عشرة، بقرب العددين إلى أقرب عشرة، هي الأحد وهي العشرة، يعني 8 بدي أقربها والواحد بدي أقربه. استعمل حقائق الضرب الأساسية والأنماط في إيجاد الناتج، تمام؟ خلينا نبلش. قدر ناتج ضرب، المسألة أعطاني إياها عبارة عن عددين، هي العدد الأول وهي العدد الثاني.
من منزلتين، يعني آحاد عشرات، هاي المنزلة الأولى، هون آحاد وهون عشرات، المنزلة الثانية. هلا شو خطوات الحل؟ بقرب العددين إلى أقرب عشرة، بدي أقرب العددين إلى أقرب عشرة، باخذ أعلى منزلة، أعلى منزلة هي العشرة، إذا بدي أقرب الثمانية إلى أقرب عشرة، وبدي أقرب الواحد إلى أقرب عشرة، تمام؟ هلا شو بدي أحكي؟ الثمانية، شو في أمامها؟ ثلاث، بطلع على جهة اليمين، على الرقم على جهة اليمين، كريم ولا بخيل الثلاث؟ بخيل، إذا ما بيقدر الثمانية شيء، تبقى كما هي، هي الثمانية نزلتها، الثلاثة شو بدي أسوي فيها؟ بدي أصفرها، بتصير صفر، إشارة الضرب بتنزل، بروح على العدد الآخر الموجود عندي هون، بطلع على الواحد، الواحد بنظر إلى الرقم اللي أمامه، الرقم اللي أمامه الخمسة كريم ولا بخيل؟ ممتازين، كريم، إذا بيعطي الواحد واحد، بحط زائد واحد فوق الواحد، الواحد شو بصير؟ اثنين، والخمسة بتصفر، أحسنتم، هلا وين يساوي؟ بستخدم حقائق الضرب الأساسية والأنماط والضرب العادي، شو بعمل؟ بنزل الأصفار، بسحبهم، بنزلهم حتى أرتاح في عملية الضرب، بنزل الصفرين، هذا الصفر هذا الصفر، هلا بقوم بعملية الضرب العادي، بحكي 2 ضرب 8 كم؟ 16، إذا الجواب 1600، هاي تقدير ناتج الضرب عددين من منزلتين، إذا قمت بتقريب العددين إلى أقرب عشرة واستخدمت حقائق الضرب الأساسية والأنماط فيه. هلا ننتقل للتدريبات الموجودة عندنا. ينتج مصنع 875 قميصا في اليوم الواحد، قدر كم سينتج المصنع في 3 أيام. إذا لاحظتوا كيف تقدر كم سينتج المصنع في 3 أيام، يعني بدي أنا أوجد ناتج الضرب، أقدره، أقدر المسألة، ثم أوجد الناتج واستخدم حكينا حقائق الضرب الأساسية والأنماط لإيجاد الناتج النهائي. هلا شوفوا كيف الحل، أحكي 875 ضرب 3 ويساوي. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نقرب ونقدر العدد الأول. هلا 8 عدد المنازله أكثر، هذا المنازل مستنزله وحدة، هلا أنا بهي الحالة بقرب وبقدر العدد اللي منازله أكثر، هون آحاد عشرات مئات، هلا بروح على الرقم اللي منزلته أعلى منزلي اللي هو المئات، بقوم بتقريبه، تمام؟ هلا بطلع على الثمانية، الثمانية بطلع على الرقم اللي أمامها، السبعة كريم ولا بخيل؟ أحسنتم، إذا كريم بيعطي 81، صح ولا لا؟ هلا 8 شو بدها تصير؟ 8 بتصير 9 والرقمين بيتصفروا، إذا تقريب وتقدير 875 كان 900، تنزل إشارة الضرب وبينزل الرقم 3 ويساوي. هلا شو بدي أستخدم؟ بدي أستخدم حقائق الضرب الأساسية والأنماط. شو بدي أعمل؟ بحكي 3 ضرب 9، 3 ضرب 9 هي حقيقة أساسية ويساوي الجواب 27، أحسنت. بعدين بنحكي 3 ضرب 90، هي 3 ضرب 90 ويساوي الصفر، فنزلها. بعدين بحكي بضرب الأرقام بدون أصفر مع بعض، 3 ضرب 9 27. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أقوم بضرب 3 ضرب 900، بحكي 3 ضرب 900 ويساوي، بنزل الصفرين بالأول، هي سحبتهم هدول نزلتهم هون، بعدين بحكي 3 ضرب 9 27. إذا لاحظتوا كان الجواب 2700 قميص في 3 أيام تقريبا، إذا إنتاجه للمصنع في 3 أيام قميصا.
إذن أنا قمت بتقريب عددين من ثلاثة منازل. هلا في التدريبات الموجودة عندي في عندي مسألتين ألف وباء. السؤال قدر ناتج الضرب. ألف 47 ضرب 24. شوفوا كيف بدي أحلها. إذن عندي هون أنا عددين من منزلتين. شوفوا كيف الحل. 24 ضرب 47 ويساوي. هلا أول خطوة بهاي الحالة شو بنعمل؟ شو حكينا بنعمل؟ بنقوم بتقريب العددين إلى أقرب عشرة. بقرب العددين إلى أقرب عشرة. وين منزلة العشرات؟ هي الأربعة والاثنين. بقربها إلى أقرب عشرة، بقربها إلى أقرب عشرة. هلا الأربعة بتطلع على السبعة، السبعة كريم ولا بخيل؟ كريم، تعطي الأربعة واحد. الأربعة تصبح خمسة والسبعة نصفرها تنزل إشارة الضرب. هلا الاثنين تطلع على الأربعة، الأربعة كريمة ولا بخيلة؟ الأربعة بخيلة، الاثنين تبقى كما هي، الاثنين تنزل والأربعة تصفر ويساوي. هلا شو بدي أعمل بهاي الحالة؟ بدي أقوم بإجراء عملية الضرب. بنزل الأصفار، الصفر الأول والصفر الثاني بسحبهم بنزلهم هون. هي نزلت الصفرين انتهيت منهم. هلا بحكي اثنين ضرب خمسة ويساوي عشرة، جواب ألف. هي مسألة ألف انتهينا منها. هلا بدي انتقل على فرع باء. شوف كيف بدي احل فرع باء. هلا بحكي لك فرع باء 579 ضرب 3. 579 ضرب 3 ويساوي. هلا في عندي عدد من ثلاثة منازل، واحد اثنين ثلاث، آحاد عشرات مئات، ضرب عدد من منزلة واحدة. أقوم بتقريب العدد من ثلاث منازل إلى أقرب مئة. الخمسة بتطلع على الرقم اللي على اليمين اللي هو السبعة، السبعة كريم ولا بخيل؟ إذا كريم السبعة، إذا بيعطي الخمسة واحد. شو بصير الجواب؟ واحد زائد خمسة ستة، والرقمين اللي هون بيصفروا بصير الجواب 600. ضرب ثلاثة بتنزل ويساوي. هلا بستخدم حقائق الضرب الأساسية والأنماط في إيجاد الناتج. هلا شو بنحكي أول خطوة؟ حكينا أول خطوة ثلاثة ضرب ستة، بعدين ثلاثة ضرب ستين، ثلاثة ضرب 600. أول خطوة ثلاثة ضرب ستة ويساوي 18. ننتقل ل 3 ثابتة ضرب 60، ضرب 60 ويساوي الصفر بينزل. 3 ضرب 6 18. هلا آخر خطوة بحكي 3 ضرب 600. 3 ضرب 600 ويساوي، بنزل الصفرين بالأول، 3 ضرب 6 18 1800. الجواب كان عندي، لأن أنا استخدمت